ما نشربش انا فرك، كي قالوا لي كوليرا راني نشري في الافري، واش تشري؟ تشري الماء نشرب نشربو نشربو المرض، ما نقدرش نشربو برك، عندي الاولاد عندي العائله كذا، ما كاش كيفاش يشربوا الماء هذا. بون استون كان يجينا صافي، كيما اليوم كيما هضر طاحوا لي كراف هنا في بوفاريك في السبيطار قاعدين، قال لك باللي الماء والماء حبسناه. شحال تعيط تشري في الافري افري افري، درك يديرونا حل يشوفوا الماء هذا كيفاه، منين جات هذه كوليرا من صوالح. حنا كيما نقولوا هنا بوفاريك بليدي تجي لا بريبار الماء من لي سورس، بلادي غلط. برك يشوفون الحل تاعنا هذه تاع الماء كيفاش. هذا المشكل الله يسترنا ان شاء الله من هذا الماء هذا، يا قال لك جاب الكوليرا تاعو هذا، الله يسترنا وان شاء الله يا خويا لهذا لا يشرب من العين ولا يشربوا الماء تاع العين هذا يخلينا منه، والله يسترنا. ما على بالي اخويا رقدت نوض سمعتهم يهضروا على الماي كوليرا الكوليرا، عندي دراري اللي خايف عليهم ما خليتهمش يشربوا من العين. دخلنا البوفاريك سبيطار معمر بالمرضى هكذا، منا والله ما عرفنا منين جا هذا المرض. ما فهمتش انا السلطات هذوما الماء كيفاش، الناس يوم يموتوا دراري صغار يموتوا، ربي يعلم. وش نقول لك، ربي يجيب الخير وخلاص. سمعنا بالمرض تاع كوليرا، رقدنا نوضنا سمعنا بلي كاين مرض كوليرا كوليرا، طلعنا كنا طالعين فوق المارشي تلاقينا بسبيطار مطرطق بالغاشي. بيان سير كنا نشربو دوك خلاص. بابا شنو قراتها القتيلة؟ بابا انا دوك الصباح شرينا جوج فردويات ما ونشربو من فردويات. المرضى هذا جات في العواشر والله غير تخمامنا كامل راهو فيهم، وان شاء الله ربي يجيب لهم شفاء وربي ان شاء الله يشافيهم. ورانا شغل انا نوصي في بعضنا بعض بنشرب ما نشربوش الماء هذا، وان شاء الله ربي يجيب لهم الشفاء، وهذه هي وخلاص.